السلام عليكم، مرحبا بكم من جديد. لا تنسوا الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله. اليوم جبت لكم الدنجال، خبيزة تاع الدنجال. إليكم المقادير نبدا على بركة الله. هنايا عندي جوج حبات دنجال، قطعتهم مربعات ودرتهم في الماء والملح باه تروح لهم هذيك المرورية. هنايا عندي كاس تاع الرز، هذا الكاس تاع الرز نروح نغليه بجوج كيسان تاع ماء ونص حبة بصل والجبن المبشور، حبة بيض، ملعقة صغيرة تاع طماطيش تاع العلب، ثلاث ملاعق تاع الخبز الملحي وشوية فلفل أسود. نبدأ على بركة الله. هنايا نحط الزيت ونديرو هذا البصل، نحطه على النار باه يدبر شوية. هنايا الرز ندير الماء يغلي ونحط هذا الرز، من يغلي الماء نحط هذا الرز وندير فيه شويه ملح، كاس رز زوج كيسان تاع الماء، نروح نغليهم. وهنايا هذا الدنجال نصفيه من الماء، شوفي الماء تاعه كي ولا، خرجت من درت فيه الماء وملعقه تاع خل باه تروح لك هذيك المروريه. نروح نصفي. هنايا البصل تاعي غيتقلى، نزيد ندير عليه الدنجال، نقعد نصوفي فيه. هنا نديرو له ملعقة طماطم تاع العلب، هنا نديرو شوية ثوم بودرة، فلفل اسود، شويه بابريكا، الفلفل الاحمر. هذا الوصفه توجدوها بسرعه، نديرو شويه ملح ونقعدو نخلطو حتى يطيب هذاك الدجاج. نقعدو نخلطو حتى يدبر لنا هذاك الدنجال. من بعد نرجع لكم باه نكملو الوصف. الدنجال تاعي راه طاب، ندير له هذاك الرز اللي غليته، ندير له حبيبه تاع البيض، شويه جبن مبشور، نخلط كحد المكونات. من بعد نزيد له خبز الملح لا شابل ونخلط، ونروح نسخن المقلة تاعي ندير فيها شويه زيت باه نقلي هذا الخبيزه تاع الدنجال. نخلو للأمانة نخلو هذا الدنجال شوية يرتاح واحد الخمس دقائق، من بعد عادك باه نقلب بهذاك الدنجال يشرب كاع هذاك السوائل، الخبز اللي درنا فيه كاع يشرب السوائل تاع الدنجال. نخلطو مليح ونخلي واحد الخمس دقائق ومن بعد نقلي. نشكلو تاعو على شكل الدنجال تاعنا. الا بغيتو ديرو خبيزات وانا باغي ندير مثلثات، ندير شويه شابلور ونحط هذه البوده، نديرها بوده درت الزيت تاعي تسخن
نديرو لها شويه شابلير ونشكلو تريانغل وانتوما سقموه. نزيدو واحد نوريكم. ولا ما بغيتش ديروا هاد الطريقه ديروا نكملوا بهذا الطريق. نحطهم في سني نديروا لها شويه شابلور باش ما يتسقناش. نتوما عدلوهم سقبوهم هامينا لي تريونغ تاعنا. راني درت الزيت تسخن من بعد نرجع لكم دوك نزيد نكمل هذا. اذا بغيتو ديرهم هكا خبيزات بصح انا غير بغيت نوري لكم هذيك الطريقه تاع لي تريون. هامينا خبيزات درتهم خبيزات يجو ساهل نديرهم خبيزات الزيت سخنت نحط لي تريون تاعنا نزيدو نقلو نقلبوهم على وجه لنا تحمرو والخوف يتحمرو نروح لوجه الصح اللي نحط فيه ندير فيه بابي ابسوربو باه نشرب الزيت. هاني وجدت البلاط تاعي درت فيه هذا الورق النص بابي ابسوربو دوك نقلعهم راهم تحمروا شوف كي جاو حمرين هامينا نحطوهم هنا هاكي تحمروا حمروهم على الجانب على الجهتين حمروهم ومن بعد نشوفوهم باش تشوفوهم جاهزين في صحن التقديم. الطنجره امامكم جاي شهي شهيدكم في الجنه بالصحه والراحه والى الملتقى في وصفه اخرى ان شاء الله.